السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في موتور با ام ا. موضوع اليوم هو خدمات ما بعد البيع او لا الاس اف في. باش نعرفوا سيرفيس ابري فونت او لا خدمه ما بعد البيع، هي فحص السياره عامه، يعني كديرها كل مره في العام او لا كل 10 كيلومتر كامل، يعني الفيدونج، الطرق بالمونتيسور، البلاكيت، البنوات، يعني كامل. وهذه الخدمه هذه كيديرها ثلاث انواع ديال، يعني كاين ثلاث انواع اللي كاينين في عندنا في المغرب حنايا. كاين اما ميكانيك عادي اللي كاين في راس الدرب، او لا كاين كراجات متخصصين في هذه الخدمه هذه، او لا كاين تدي الطوموبيل يعني لا ميزون، يعني الشركه اللي صنعت لك ديك الطوموبيل بالضبط كدير هذه الخدمه هذه. اهم حاجه دابا هو شكون نختار في هذه الثلاثه هذو. حنا في موتور باما كنصحوا الناس اللي عندها طوموبيلات جداد او لا يعني طوموبيلات اللي فايتين 2000، يعني 2000 و2017، يتفادوا انهم يمشيو عند ميكانيك العادي، لان الطوموبيلات الجداد كلهم عامرين الكترونيك ومعقدين اكثر. احسن حاجه هو تمشي عند كراج متخصص او لا الشركه الام ديال ديك السياره ديالك، لان هي كتملك جميع المعدات التقنيه باش دغيا تكتشف الخطا او لا دغيا تصلح المشكل اللي فيها. الموضوع ديال اليوم سهل، باش نناقشوا اكثر ونستافدوا اكثر دخلوا للرابط المرفق للفيديو الى الحلقه الجايه ان شاء الله.